السلام عليكم الخوت. كي قراتوا في العنوان اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد التجربه اللي ما نقولكمش خايبه وما نقولكمش زوينه وما نقولكمش ممكن تقع علامه استفهام دازت من حياتي. واحد التجربه اللي دازت منها بالنسبه لي انا كانت بحال اللي كنقول لكم بحال اللي كانت واحد الصوره كحله في دماغي. هي التجربه ديالي داخل السجن. كنت فهمتي كتكون خدام كنت خدام غادي زوين بخير لونطرينمون كدا. واحد الساعه كنلقى راسي متورط في واحد القضيه لان ما داير فيها والو. الحمد لله راه بانت البراءه ديالي من بعد 8 اشهر، ولكن فهمتي ديك شي كامل دوز ما تنساش ليا. وكيف ما كتعرفوا انا كنبارطاجي معكم كيف ما كنبارطاجي معكم في الزوين كنبارطاجي معكم الخايب. واليوم بغيت نعاود لكم التجربه ديالي داخل السجن وشنو كيوقع داخل السجن وتعرفوا بزاف ديال الحوايج. ونعاود لكم على الناس تورطوا بسبب الجهل ديالهم للقانون. لحقاش يقولك لا يعذر احد بجهله للقانون. لحقاش بزاف ديال الناس كيتجاهل واحد الامور اللي هي بسيطه وتقدر تغير لك حياتك 180 درجه. تكون جالس تلقى راسك في وسط الحبس فهمتي. لهذا انا هذا النهار جيت نبارطاجي معكم واحد التجربه دوزت من حياتي 8 الاشهر في 5 السجون المغربيه. المهم كما نعاود لكم شنو وقع وشنو الملابسات. المهم انا اللي خديت البراءه. لقيت راسي متورط في واحد ثلاثه ديال القضيات اللي ما داير فيهم انا حتى شي حاجه فهمتي. وكما كنقول لكم ضروري كتكون شي ثغرات قانونيه كيتبازاو عليهم كيلقاوهم بالعربيه منين يشدوك ومنين يدوزوك كيتبازاو عليهم واخا تكون ما داير حتى شي حاجه. المهم هاد 8 اشهر صافي كنت دزت عند الفرقه الوطنيه. من بعد حالوني على المحكمه على العين من عندي تنازلات فهمتي. عندي تنازلات كنت كنقول صافي خارج دزت عند وكيل الملك عند السيد وكيل الملك. تنتفاجئ بانه كيحيني على السيد قاضي التحقيق. السيد قاضي التحقيق صافي دخلت هضرت معاه قال لي جوج كلمات هادشي اللي كاين درتي ولا ما درتيش. قلت له ما درتيش. هو يقول لي صافي هو يقول السيدة اللي معاه الكاتبة قال لها كتبي يحال على السجن الزاكي. اعتقال صافي اعتقال. وكنلقى راسي اعتقال وعندي المدة ديال الجلسة الجاية شهرين وعشر ايام. باش غادي ندوز في الجلسة الجاية شهرين وعشر ايام بإذن كنشوف شهرين ديال وعشر ايام ديال السجن عندي ما فيهاش الهضرة. صافي مشيت دوزت دخلت لقيت المدير ديال السجن في الاستقبال ديالي. المهم لقيت المدير ديال السجن في الاستقبال ديالي قال لي من الأولية كتعرف حاجة نوصلك عليها مضاربة لا كدا. لحقاش اخوتي في وسط السجن فاش كتضارب كتزاد القضيه. ضربتي انت وشي واحد ضربتيه شي ضربه ولا شي حاجه كيديروا لك محضر انت وياه. صح محضر ديال الضرب والجرح انت وياه من فوق السجن كيحيلوا لك المحكمه عاوتاني. داكشي اللي تحكم به كيتزاد لك على داك المنتف اللي عندك انت ديجا دوزتيه كيتزاد لك يعني. المهم دخلت شد اللوحه تصور رقم اعتقال الروينه ما فاهم والو كما كنقولوا بوجادي كتدخل ما عارف والو. صافي ما يدوني واحد الشومبر كاع لي شومبر فيهم اكتضاد. الشومبر كتهز 8 ديال الناس كتلقى فيها بحال دابا الشومبر فيها 8 ديال الناس 8 ديال البلايص كتدخل كتلقى شومبر فيها 24 واحد 20 واحد. ماشي ديفو من اداره السجون ولكن كاين اكتضاد بزاف ديال بنادم. الحباسات اللي كاينين ما هزوش ديك لو مونبغ ديال بنادم كامل فهمت. المهم كتدخل رقم اعتقال كدا تصورت عطاوني رقم الاعتقال ديالي صافي غادي يقلبوك كيقلبوك. كتم داخل كتمشي الشومبر. دخلت مشيت للشومبر كندخل كنلقى في الشومبر ديجا كاين واحد 4 ولا 5 ديال البوليس اللي هما متورطين في واحد القضيه. استقبلوني فهمتي عطاوني بلاصه. دخلت مازال ما مستوعبش الامر انايا مازال ناس صافي. دخلت كليت قسم الله ناس الصبح كنفيق يلا عاد كنستوعب الامور. المهم دازت واحد 3 ايام ولا 4 ايام درت طلب ديال تقريب الجلسه رفضوا لي ما بغاوش يقربوا لي الجلسه صافي. كتشوف بانك بقى فيا والديا فهمتي انا ما داير والو في هادشي كامل. الحمد لله راه البراءه ديالي بانت. القضاء الحمد لله النزاهه ديال القضاء المغربي ربي النزاهه ديالو بانت البراءه ديالي الحمد لله. عم نقول بحث بانت البراءه ديالي. ولكن كنقول لكم ما استوعبش الامر ديال انني في وسط السجن. ويلي تكون بوليسي وبخير لونطرينمون فهمتي خاطئك مشاكل خاطئك تلقى راسك متورط في واحد القضيه. اش نقول لكم قضيه دازت عليها واحد سوء تفاهم صغير اللي ما يمكنش كاع هادشي ديالو دازت عليه 8 شهور. عاد كتلقى راسك انت متورط في قضيه ديال دازت شي حاجه دازت عليها 8 شهور ما عندك ما كاين حتى شي اثبات ضدك حتى شي حاجه متورط في قضيه. ما استوعبتش وانا ندير محاوله انتحار. بزاف ديال الناس تسمى محاوله انتحار يقولك كاين اللي تيق كاين اللي ما تيقش. بصح درت محاوله انتحار ولكن محاوله انتحار لحقاش انا ضعيف ولا بالعكس لحقاش ما كنرضاش. ما رضيتش نشوف والديا في ديك لا سيتياسيون. والديا انا في وسط الحبس العائله كيجي كيقول واش بصاحب واش فهمتي ديك الهضره ديال الناس ديك ما استوعبتهاش. هما كتعرفوني كي داير كتعرفوا يشملوا لي كي داير بانني ما كنرضاش. شويه كتلقى راسك في وسط الحبس ما كيتشفى. بزاف ديال الناس كانوا كيتسناو غير نطيح فهمتي ديك الطيحه كانوا كيتسناوها لك بزاف ديال الناس. الوغ صافي درت معاود انتحار
صافي من بعد حالوني على طبيب نفسي. يعني قلت لهم انا ما عنديش مشكل نفسي، طلعت مع الطبيب النفسي درت لي بان فافورابل، ما عنده حتى سيد، ما عنده حتى شي حاجه السيد، ما فيه حتى شي حاجه، ماكش مشكل. عندي المشكل عندي بانني بغيت نقربوا لي جلسه صافي. واستقبلني جا عندي وكيل العام جلاله الملك ديال محكمه استئناف، مالك ولدي شنو عندك؟ اشنو عندي؟ شنو عندي؟ كيفاش يعقل تعطيني شهرين و10 ايام؟ واش انا يا راه ماشي مجرم؟ راه انا يا راه انا كما كنت، انا راه كنت شرطي وتا انا راه عادي، وبانني انا في التحقيق كذا طا طا طا. صافي تقبل الهضره ديالي ويقرب لي الجلسه من شهرين و10 ايام، ويتولي واقيلا شي شهر و6 ايام ولا شي حاجه. صافي داز ديك الشهر و6 ايام، يلا انا كنستوعب الامر. المهم كيفاش كندوز النهار؟ كتنوض، المهم كتنوض فهمتي، مقيد الحريه كما كنقول، كتخرج كتنوض الصباح كتجي لابي، نوض قاعد كيحسبكم، كيجي كيقيد كيحسب شحال كاينه. بحال دابا 20 في الشومبر كيحسب 20 في الشومبر، كتسمى لابيل كيدوز لابيل كيشوف 20 كامله، عاد كيخرج من الشومبر. صافي كاين شاف شومبر كينوض كيعطيه كيقول له شحال عندك؟ كيقول له عندي 20. فينا هما فلان 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 فلان، كيحسبوا ال 20 كيمشي بحال. كتنوض صافي كدير التسعود ولا التسعود، كيتحلوا البيبان كيحلوا عليك الباب ديال الشومبر. بعدا فاش كتكون داخل في الاول كدوز يلا داخل اول مره، الباب الاول والباب الثاني والباب الثالثه والباب الرابع والباب الكارتي، وكتدخل والباب الكارتي كاينين جوج اخرين، كتولي سبعه البيبان ولا ثمانيه مزودين عليك عاد ديال الشومبر. المهم صافي فاش كيحسبوا لابيل صافي، من بعد كتحل كتخرج كتصف فطورك ولا غادي دير شي حاجه. في الاول كانوا عندنا كانوا ما كاينش بوطات ولا شي حاجه، كانوا ريشوات في الشومبر في الاول في الزاكي قبل ما يتسد الزاكي. المهم كنا في الزاكي صافي كتخرج للكور، كتخرج للكور عندك ساعتين ديال المكانه، كتخرج مع التساود كتدخل بين 11، تدخل مع 11 تصاوب غادي دوز لابيل ديال الغداء عاوتاني. كيجيو لابيل كل واحد كيعطيو لابيل ديالو، وانت لا شاري شي ماكله شاري شي حاجه كتولي تصوب. كيكونوا 4-5 ديال الدراري في الشومبر كيتعاشر كيديروا العشره كما كيقولوا عشره، كتعاشر انت وياهم كتوليو كطيبوا مجموعين كتاكلوا مجموعين فهمتي. كتدخل كاين شي وحدين، باش نقول لكم كاين شي وحدين بسيف عليك خاصك تستوعبهم، بسيف عليك خاصك تاكسبتيهم في حياتك. كتدخل واحد شفار اللي بزناس اللي، ولكن فهمتيني ما كان عندي مشكل مع حتى شي واحد، كنت مدوز اش نقول لكم دوزت الحبس عادي في واحد الاجواء اللي هي عاديه عادي، ما عنديش مشكل مع حتى شي واحد ولا شي حاجه، ولكن كيكون في الشومبر كيكون احتكاكات ما بين واحد وواحد. صافي المهم هادشي نعاود لكم كيف دوز النهار ونجيكم شنو كيوقع في الشومبر. صافي 11 عاوتاني كتولي تحل الباب مع الجوج، هادشي في الحبس الاول كنت كتحل البيبان جوج المرات في النهار، من بعد حبس اخر ولات كتحلي مره في النهار. المهم كتخرج عاوتاني مع جوج كتدخل مع الربعه، صافي مع الربعه طيب لا طيب ولا غتنعس ولا غادي دير لك ترينيتي مدوش ناضي، صافي عندك شي حوايج تصبنهم عندك شي لعبه. المهم الخوت صافي كتكون مقيد الحريه، ما فهمتي كتحس براسك بان ما في شي دور في الحياه، تاكل تتنعس تاكل تتنعس. حنا كنا عمري قلتنا بلونترينمون والصالات تيفرج الله فهمتي. المهم في الشومبر كتكون جالس ممكن حزازات كتكون جالسه تلقى جوج شاب كاينه مضاربين كروشيات، انت بسيف عليك خاصك انت اما ناعس ولا كتقرا ولا كتفرج ولا كاينه التلفازه كتفرج شنو فيها التلفازه فيها دوزيام ورباطه تتفرج عليك بسيف عليك، اما بسامحيني ولا تفرج في فيلم تركي وما داكشي اللي كتفرضوا عليك الوقت فهمتي. على خاطر انت مقيد الحريه، مقيد الحريه ديالك في كلشي، الفراجه ديالك في كلشي، انت باغي تفرج في دوزيام واحد باغي تفرج في الرباط، لا نهرس دير ما التلفازه كاين اللي كيقول لك كذا فهمتي. انت بسيف عليك كتاكسبتي بهم واش تبقى تنوض ضارب بهم على التلفازه، انت دماغك بعيد، انت الحاجه الوحيده عندك هي كيفاش دير تخرج من هاد الورطه اللي انت فيها، كتبقى تفكر كيفاش دير تخرج من هاد الورطه. المهم ما علينا، شويه كاين اللي عندهم حسابات كتكون غادي في الكور، واخا اداره السجون كدير الاحتياطات ديالها، واخا كلشي كيكون كاينين واحد الانفلاتات فهمتي، ضروري كتكون شي خرجه ولا بحالاش، كتلقى بهم جايب معلقه كتلقى بحال دابا خوت بهم جايب معلقه بحال هكا ومهيرس لها الراس ديال ديك المعلقه محيدو، وديك الراس ديال المعلقه كيمضيه كيبقى يحكو مع الحجر ولا مع الارض من لا موزيك، كيبقى كيتحك 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 تولي ماضي كنبقاو نسميوه تقاب فهمتي. كيكون غادي عنده صاحب دعوته، اما كيجي حتى تيجي كيحشي له هنا في جنبه ولا كيحشي له في خدو، هو عنده الحبس عنده الحبس، كتلقى ضارب سبعه شدات ثمانيه شدات تسعود شدات، وعنده عامين ثلاث سنين ما كيبقاش يبان له المونتيف ديالو ولا غيتزاد له الحبس ما غاديش يتزاد له، كيبان له غير ديك صاحب دعوته اللي عنده معاه حساب. صافي كيحشي له ديك الدفاش كما كنسميوه دفاش ولا تقاب، كيحشيه له هنا ولا هنا ولا شي حاجه. المهم وكاين عاوتاني اللي كيجي كيشد الشفره ديال الحلاقه ديك باش كتحسن وجهك، كيهرسها كيجبد لنا ديك الزيزوار اللي فوسط منها كيديرو في يده
كيتم دايز ليا جوج في يدو كيمشي عند صاحب دعوتو كيجبد له جوج جبدات في وجهه ثلاثه حتى تيخسروا حتى تيقبر اذا ما كيكون ساجين حتى تيلقى راسو مخسر ولا شي حاجه حسابات ديال والو فهمتي. المهم كتشوف هاد المناظر انت ما عمرك عشتي في هاد الاجواء كتلقى بان مضارب في الشومبر علاش شكون هز لي خبزه ديالي مضارب على خبزه مضارب بكروشي مهرس لونيفو على خبزه البلبال انا يضيع علاش على دوزيم على سامحيني الا باغي نتفرج سامحيني واحد باغي يتفرج في ماتش واش فهمتي. كتبقى تشوف شي حوايج ما عمرك عشتيهم في حياتك كتولي بالسيف عليك تعيشهم ولكن الحمد لله بان حنايا ديجا محربنين فهمتي دوزين تحربين ودوزين الزنقه ودوزين تدخلات في الزنقه ودوزين مع المجرمين وكتشوف مجرمين ديما ماشي عاد جدادين عليك والحمد لله ساكن بوحديتك كطيب راسك كتوجد فطورك راسك غداتك راسك ديجا هادشي كنا كنديروه فاش كنا في ديورنا اذ ما جاتش فهمتي ما جاتش حاجه جديده علينا علاش هادشي كنقول لك اخوتي باش بنادم اعطيكم مثال واحد عاوتاني كان معنا جا ساجين مالو هذا سائق ديال شاحنه كان كيسوق الرموك غادي واحد مول الكاميو واقف طافي له السينيالات طافي كل شيء في لوتورود داز فيه لاحو من القنطره ولا ما نعرف منين تلقى راسو ضرب شهرين ديال الحبس القتل فهمتي القتل في حادث السير اذا انت كتشوف بان تقدر تكون غادي سايق طوموبيل تلقى راسك بالحبس اذا بان خاصو يدير الاحتياطات ديالو فهمتي تكون كتوقع اي حاجه اي واحد يقدر يضرب الحبس اي واحد يقدر يضرب الحبس علاش عطيوك مثال دابا هاد الدراري اللي تلاحوا فيسبوك هاد الايام هادي ديال دابا انا درت لكم هاد الفيديو علاش دازت سنه دابا علاش باش خرجت من الحبس انا كنت خرجت في 24 شهر 5 دابا حنا في لو 31 يا هذيك 24 دابا عام باش كمل وتفكرت هاد التجربه هادي قلت غادي نبارطاجيها معكم فهمتي وما كنتمناها حتى شي واحد. المهم انتما كتشوفوا الدراري ديال الحافله اللي غاديين كيدوشوا في الحافله دابا كيقدر اي واحد يجي هاد الشيء بانه فيه فعل عادي جدا ياك ولكن لا راه تقدر تكون كتسنى الولاد ديالك اختك جايه في الطوبيس ديرها كيبان جوج كيدوشوا في الطوبيس بسليبات ولا بشورطات راه غادي تطلع غادي تفرشخو لحقاش راه امك هذيك راه العيرض ديالك فهمتي العيرض ديالك راه ما غرتيش عليه كيقول لك اقتلوا من لا غيره عليه من لا غيره عليه ضروري غادي تحرك فيك شي حاجه راه امك في الطوبيس واحد كيدوش حداها بسليب راه ضروري غادي يبقى فيك القانون الجنائي اللي ديال الاخلال بالحياء له لحقاش هذا كيتسمى اخلال بالحياء العام كل من اخل بالحياء العام عندا ولا ماشي لان كيقول لا يعذر احد بجليل القانون لحقاش لهذا خاص الدراري بنادم يكون عارف راسو اش كيدير. نعاود لكم واحد كان معنا في الحبس شنو هو المشكل ديالو المشكل ديال هذا السيد هذا شنو هو هذا السيد هذا مبلي كيكمي الحشيش فهمتي السيد كيكمي الجوانات كيكمي الحشيش صافي كيمشي عند واحد الدراري كيتكيف معاهم في الدار مشى عندك الدراري كيتكيف معاهم في الدار شويه كيجيو البوليس كيشدوا كلشي مالهم معاهم بزنس هو ما عارفش بان معاهم بزنس كيديروا تكوين عصابه اجراميه وتجاره في الممنوعات كيلقى راسو محكوم بعام ديال الحبس ما داير والو ولكن لا يعذر احد بجليل القانون والقانون لا يحمي المغفل واحد ما على بالو بوالو غادي فهمتي غادي يكمي جوانات في الدار ما عارفش مع من جالس ما عارفش شكون بنادم حتى تيلقى راسو متورط في قضيه ديال تكوين عصابه اجراميه والتجاره في الممنوعات تحكم بعام الوغ فهمتي بنادم خاصو يبقى يعرف اش كيدير واحد اخر اش غادي نقول لكم واحد اخر مشى يشهد مع صاحب دخل يشهد معاه في المحكمه دخل عند وكيل الملك باش يسمع الشهاده ديالو هو يقول له فهمتيني هو يغوت عليه وكيل الملك قال له ما تكذبش قال له انا نكذب عليك شكون انت بغيتي تكون كاع قال له كيفاش شكون بغيتي تكون كاع كتهضر مع وكيل الملك قال له كون شكون ما بغيتي تكون كاع ماشي غير وكيل الملك عندي عندك كيلقى راسو بنادم تورط في قضيه ديال اهانه موظف اثناء قيامه بعمله وبزاف ديال الحاجات كيلقى راسو محكوم بست شهور فهمتي لهذا خاص بنادم يبقى يضبط راسو فهمتي اثناء الغضب ويبقى بنادم يضبط راسو ويعرف اش كيدير بزاف ديال الناس متورطين في قضايا اللي هما ماليهم فيها والو فهمتي كاين اللي داير كاين اللي ما دايرش غير ما كيحسبوا ما داير والو ولكن راه داير بالنسبه للقانون بالنسبه لك انت ما داير والو ولكن بالنسبه للقانون راه داير فهمتي كيقول القانون لا يحمي المغفلين ولا يعذر احد بجليل القانون بزاف نعاود لكم بزاف ديال الناس واحد عاوتاني مالو هذا كيتقرقب هو وصاحبه كياكلوا قرقوبي هذا ولد دارهم ما كيجريسي ما والو تقرقب هو وصاحبه ديك صاحبه واحد شويه باسل فهمتي عنده مشاكل عنده حسابات مع هذا مع هذا مع هذا تقرقب هو وياه هو يمشي تقرقب هو يقول دين للدار عطيك سنز واحد الحاجه هو يطلع ديك صاحبه
وي الجنويه من الدار دارت حس منه علاش كما كنقولوا فيه تنكره من كور خايف لي عنده حسابات مع الناس وكذا. الاخر عنده موطور عادي ودا الى نقيقي عادي صافي دار الدار الاخر جنويه ما قالوش راه عندي جنويه ركبوا وياه في موطور غاديين وقفوا باب الليس داك الباسل كينزل واحد الدريه كيتبسل عليها كيتزلل عليها كما كنقولوا قلت له بعد مني ما بعد عندك قال وقفين نهضر معاك بديك وقفين نهضر معاك لي زواكس دايزين ماشي لي زواكس كما كنقولوا الصقور دايزين مطريه بولي بوليس لي موطار شافهم ويهربوا يركب مع صاحبه الاخر صاحبه مع مقرقب ما فهمتيني قال راه مقرقب غيديوني مقرقب كذا هربوا تبعوهم شدوهم كيقلبوا كيلقاو عنده جنويه كيمشيو بمحاولات السرقه الدري ما داير والو كيتضرب به 10 شهور ما عارف والو ما عارف بان هذاك كاع عنده جنويه لهذا خاص ما يبقى يعرف راسو مع من كيمشي بنادم يبقى يعرف واش كيدير لاقاش تقدر تكون جالس مع عليك ملي كتلقى راسك في وسط الحبس راه ساهله بان خاصو يبقى يشد راسو عند الغضب بحالاش واحد الدري صاحبي كان صاحبي في وسط الحبس مالو محكم مسكين محكوم ب 14 عام ديال الحبس علاش القتل دون نيه احداثه ضربوه ب 14 عام ديال الحبس علاش كان كيسكر هو واحد دري زويون كيتريني دري وي صراحه صراحه ديال الله ديك السيد لا عم راسل مالو سمع 14 عام ديال الحبس تخلع مالو كيسكر هو واحد السيد ديك السيد اجي عليه هو في التقاده ديالي فهمتي عنده ديك 26 27 28 ماشي اجي كيسكر مع واحد في عمره شي 45 عام اجي عليه فهمتي المهم سكر هو وياه تغنوا هو وياه كيتغنوا جا ديك الدري صاحبي قال لي تقلقت بغيت نمشي بحالي شوف داك يقول له صاحبي ربي ما تمشي ركع بهم كيسكر كيزيد فيه شي شويه والله ما تمشي والله تاكدا والله هذيك صافي تطلق مني ما تطلق مني ويقول صاحبي قلت تطلق مني بديك تطلق مني كيرجع الاخر كيطيح على راسه كيضرب راسه مع التروطوار كتجي ايموراجي انتر كيموت سور بلاص كيلقى راسه السيد محكوم ب 14 عام ديال الحبس ما داير فيها والو كيقول لي والله كيبكي كيعاود لي كيبكي كيقول لي والله اخي هشام ما ناوي ندفع ولا ناوي نقتلو قلت له غير طلق مني ديك طلق مني مع الشراب باق طاح ايموراجي انتر لهذا بان خاصو يبقى يعرف بزاف اش كيدير انا بارطاج معكم هاد لا فيديو هادي لاخاطش واحد التجربه انايا باش نقول لكم انا دوزت اكبر تحدي في حياتي شنو هو اكبر تحدي بالنبنام يكون اي مواطن ويدخل الحبس ولكن اكبر تحدي دوزته في حياتي هو انك تكون رجل امن وتكون شرطي وتشد المجرمين وتدخل عندهم يلاه فهمني هذا تحدي خاصك دوزه في حياتك الحمد لله دوزت التحدي ونشوف تكون راجل فين ما مشيتي يحترموك الرجال تكون غير راجل فين ما مشيتي يحترموك الرجال شكون دابا اللي كيلقى مشكل في وسط الحبس اللي كيدخل كيدب هذا النار مع هذا وغدا مع هذا وبعده مع هذا وبعده مع هذا في الشومبر كاين اللي مدورينه في الشومبر كتولي دايره عليه كيخرج كيديو له حوايج ويخرج يديو له ماكلته كيخرج ولكن لو كنتي راجل كلشي كيحترمك شتي لو كنتي راجل كلشي كيحترمك وكيحشم منك خاص ما يكون راجل لان اللي راجل في السيفيل غادي يكون راجل حتى في الحبس وغادي يكون راجل في الغربه وغيكون راجل فين ما مشى لاقاش الدراري بزاف ديال شنو نقول لكم واحد يعني واحد المهم كما كنقول لكم الدري هذاك اللي غادي مع هذاك هز الجنويه هو ما عارفوش لقى راسو محكوم ب 10 شهور واحد اخر محكوم ب 10 شهور شنو داير عنده شيكات كيتسالوا الناس 350 مليون دري في عمرو 20 عام قال اخي هشام هاني محكوم ب 10 شهور دار 350 مليون محكوم ب 10 شهور قال لي هاني كيضحك بخير هاني عنده فهمتي كتبقى تشوف شي حوايج دابا لان فهمتي كما قلت لكم القانون تغارات قانون غير تغارات كتلقى من دار الصاد المليار محكوم بعام عامين سرق تليفون نوكيا بي ب 70 درهم محكوم بثلاث سنين فهمتي هنا كتبقى تشوف بان القانون تغارات بان لا يعذر احد بجليل القانون فهمتي لان بان ما يبقى يعرف اش كيدير دابا بيني وبين كتلقى واحد سرق نوكيا بي ضرب عليه واحد مخسرو في وجهه ومضيع بعدا واحد السيد مخسرو في وجهه فهمتي ما يسمحلوش شاغ دق قدام الله وتربي ما يسمحلوش لان خليقه ديال الله اللي مضيع وسرق نوكيا بيل وكتلقى كاع ديك السيد عنده واحد 100 درهم ضيها له كيلقى راسو محكوم اما بتكوين عصابه اجراميه ولا بالسرقه الموصوفه مع سابق اسراء وترصد وتهديد بالسلاح الابيض كيلقى راسو مضروب بعامين علاش على نوكيا ديال البي كتلقى والديه خاصهم غاديين وطالعين وادين ويجيبوا له ما ياكل والروينه وطالعين وسير وعامين ديال تماره والمحنه الكحله وفهمتيني والمحنه الكحله علاش على نوكيا ديال بيل 100 درهم حشومه كاع صاحبي شو ما قاعد تسخسخ والديك على نوكيا ديال بين 100 درهم كتجي كتكون فهمتي الزياره كتكون مره في السيمانه كتلقى الزياره مره في السيمانه كتجي كيجي والديك مع 6 الصباح وما جايين جالسين مع 6 الصباح كيتسناو باش يشوفوك والروينه واش دين الصف 10000 ديال الناس داخله امك كيزيروا فيها كتزير كتبريسا وكيقول لها رجعي هذيك خسر الهضره عليه اللي العيالات شي اللي جايين يزوروا ولادهم كاين اللي ما
فهمتي كما كيقولوا ما والدين ما تلعب كيخسروا في الهضره وانت والديك كيسمعوا تخسر الهضره فهمتي كيسمعوا تخسر الهضره وكيسمعوا شحال من حاجه وشادين النوبه 6 سوايع 7 سوايع باش يشوفوك كيدخلوا كيشوفوك 5 دقائق 10 دقائق تسالات الزيار هادشي كامل علاش على نوكيا ديال البيل ب 70 درهم 100 درهم حشومه كاع اصاحبي تمشي نبيع اصاحبي الكار ونبيع الديطاي واخا كنبيع السم لعباد الله نبيع الديطاي وما نمشيش نسرق فهمتي نمشي نبيع الجورنال اصاحبي الجورنال نمشي نبيعو ما نمشيش نسرق راه كون ندخل لداخل راه الحبس ماشي كياكل الحبس ماشي بوعو كياكل ولكن كيمحن وكيسخسخ فهمتي كيف راك في صحتك كيف راك في جيبك راه لا تخسروا في الحبس في واحد العام ولا عامين راه مصيبه ديال الفلوس ها هو داك باش يدير لك محامي باش يهضر معاك هي باش توقف تهضر مع محامي خاصك تعطيه 2000 درهم 3000 درهم 5000 درهم مع الوقفه ويلا وانا سرقت تليفون كاع هذا كاع جالاكسي داير ب 2000 درهم والدي غير يوقف يهضر مع محامي يطلب لهم 2000 درهم هم سخسخين ومخلوعين وتقدر كاع والديك يمشيو فيها كاع تموت لك امك ولا يموت لك باك بسبب مونتي بسيط حتى شي حاجه اللي ما تستاهلش وتدخل الحبس يبقى شي بان يطرق عليك ويحسبك كتولي بحال النعجه شحال لابيل شحال هنايا طاق طاق ويدخل تسمع براق براق كيطرق عليك في السوارت علاش عليك هادشي كامل المهم دوزنا اش نقول لكم دوز تحدي في حياتي انا بالنسبه لي بحال دوز شي تحدي الحمد لله اش نقول لكم طلع هبط طلع هبط طلع هبط المهم كاس واحد 12 تيجي ترونسبير ترونسبير تهز من الحبسه تمشي لحبس اخر واه تمشي كيقول قلبوا فيك عاوتاني من بداو جديد من ديك الحبس اللي تخرج منه كتمشي لحبس الاخر عاوتاني كيقلبوك من بداو جديد كيصوروك من جديد كيعطيوك رقم اعتقال جديد عاوتاني كتدخل شومبر جديده عاوتاني خاصك دير بلاصتك كلاف يحطوك مع ناس واحد اخرين جدادين خاصك تتاقلم معاهم تتولفتي مع ديك الناس شويه بداو يفهموا تفهموا ويفهموك عاوتاني ترونسبير مشيتي لحبس اخر عاوتاني كتجلس عاوتاني دوزتي شويه عاوتاني كيهزوك عاوتاني سير لحبس اخر عاوتاني لحبس اخر لحبس اخر ونفس لاسيتياسيون الحمد لله الناس اللي صارت السجون تعاملوا معنا مزيان الحمد لله وكانوا كيعرفونا علاش خاطينا حنايا خاطينا اجرام خاطينا تبزنيس خاطينا عارفين ما يلقاو عندك والو كانوا كيتساهلوا معنا ما كيقلبوكش ديك التقلاب الكبير واحد اخر راه حاشاكم حكي يحيدوا السليب ديالو كتبقى سون سليب بحال هاد ولداتكم كيقلبوا فيه كاين اللي كيقلبوا له المؤخره ديالو علاش كاين اللي حاشاكم اخوتي كاين اللي كيجيب بريزرفاتيف كيدير فيه الحشيش كيطلعوا معاه واش توصل بيا الدرجه انني ندير بريزرفاتيف ونطلعوا معايا على باش نكمل الحشيش بزاف شي حوايج كيوقعوا راه كاين اللي كتلقاو كاين اللي كيورط مو في قضيه مو جايه للزياره مو جايه للزياره اش كيدير بحال دابا هو كيداير مع صاحبو كيعيط له في التليفون لحقاش التليفون راه ممنوعين ولكن كيبان لكم عارفين ضروري كتكون ضروري كيكون واحد كما كنقولوا لحقاش السجانه هما واحد الناس اذكياء لحقاش دماغهم كيخدم خاصو كيفاش يكذب كيفاش يكذب على القاضي كيفاش يكذب على هادي كيفاش خاصو كيفاش يخرج راسو كيبقى يفكر في الهروب كيبقى المهم بزاف ديال الحوايج كيوقعوا الو كتبقى تعمل واحد مع الناس هاد السجانه اللي هما واحد الناس اللي اذكياء وفهمتي وكاين اغلبيه ديالهم قاريين راه ماشي كاين اللي قاري الزنخه بزاف اكثر من قرايه ديال الفازر وكثر قرايه السيلو المهم كاين اللي كيعيط ضروري كيكون حتى غارات ما يمكن يدخل تليفون كذا المهم كيعيط في التليفون لصاحبو كيقول له شوف دير لي حشيش في سميله السبرديله وكذا صاحبو كيشوف سميله السبرديله كيدير له حشيش كيعطيها لمو مو ما عارفه والو جايبه له السبرديله كيشد سكانير لا رادار كيقلبو كيلقاو عنده حشيش كتصدق مو غادي في مونتيف ديال 6 شهور كاين ما كيفكرش لوالديه علاش انا على ود جوانات على باش نكمل حشيش نورط امي في قضيه كاين شي عيالات هما مورطين مع ولادهم في هذا الشيء لحقاش كتدخل لولدها الحشيش ولدها كيبيع الحشيش لداخل لحقاش الحشيش لداخل خوتي راه غير جوان واحد في السيفير راه تلعبها جوان بحال دابا كتلقى 10 درهم ديال الحشيش فيها 5 جوانات 6 جوانات في وسط الحبس جوان واحد كيتباع ب 100 درهم فهمتي 100 درهم 150 درهم 200 درهم جوان واحد اذا هذه بالنسبه لهم تجار كيعياو اداره السجون تزيط تقلب تعيا كذا كاينين حاشاكم اخوتي كاين اللي عيالات كيشدوا بريزرفاتيف كيديروا فيه الحشيش كيدخلوا فهمتي اخوتي كما قلت لكم كيوقعوا شي حوايج ما كتصدقهمش بالعقل ديالك كتبقى تشوف شي حوايج بان كاين وبالنسبه لهاد اللعيبه ديال كيقولك بهذا من النهار كيغتصبوا في وسط الحبس كذا شوف خوتي هاد اللعيبه راه ما كايناش راه اللي كيبغي يدير شي حاجه كيدير بخاطرو اصلا هذا اللي كيغتصبوا في وسط الحبس اصلا هو كتلقاه ماشي راجل في السيف ولا خوتي كتلقاه ماشي راجل وشكون هذا اللي وشكون اللي كيقدر يغتصبوا شي واحد اللي بات كيلقي الدار معاده اش كيديروا له كاينه روزينه شنو هي هذه فندق ديال الناس ديال الميل هاد فندق كيشرب ما كايناش دير فيه ما بغيتي شي واحد كيكون باسل كيبقى يتبسل على هذا وعلى هذا كيقراو فيه حسيفه
كيديروها له في اتاي ولا في الماكله كيحشيوها له بطاطا كياكل ديك البطاطا كيسرطها كيطيح كينعس ما كيعقلش علاش كيلقى راسو مغتصبين فهمتي. هذا شي واحد اللي باس ولكن هادشي راه ما هادشي راه اداره السجون ما كتسهلش فيه شي واحد للدار ماشي واحد ولا قالوا عندهم دخل شاشه ديال الممنوعات كارت سيم ولا شي كارت ميموار ولا تليفون 45 يوم ديال الكاش ما يعقلوش عليك كضرب 45 يوم ديال الكاش شنو هو الكاش 45 يوم ديال الكاش واحد زنزانه انفراديه كتلقى راسك بوحديتك كاشه وحده في الارض وكاشه مغطي بها من الاخ كتعطيوك خبزه وما كتاكل جوج مرات في النهار كلكل كضرب 45 يوم ديال الكاش وكتخرج كتلقى راسك طيحتي 20 كيلو فهمتي. ملي نقول لكم اخوتي داكشي فوسط الحبس بزاف شحال من واحد كيتحقر شحال من واحد كاين اللي كتلقى دريويش والناس كيديو له ما كلتو وما كيهضرش كيقول اللهم نسكت اللهم هذيك كيديو له ما كلتو كيحقرو كيديو له حوايجو وكاين اللي راجل شتي اللي راجل في السيفيل راه راجل فوسط الحبس راجل في الطياره راجل في البحر فين ما مشيتي غتعيش راجل فهمتي. بعد ما خوتي بقى يعرف اش كيدير والله لحقاش نقول لكم هي واحد التجربه اللي هي خايبه بزاف هي خايبه اكثر من اللي هي زوينه هي كتستافد كتعلم بزاف ديال الحوايج كتشوف بزاف ديال الناس كيدوزوا شي حوايج كتستافد منهم ولكن هي تجربه خايبه في نفس الوقت. الحمد لله دوزنا واحد 8 اشهر الحمد لله ما تضربنا في وجهنا ما ضربنا يدينا ما كاين اللي كتلقى مبلي بالقرقوبي الوغ اون فوا كيدخل الحبس كيلقاش القرقوبي كيبقى يضرب في ذاته شنو نقول كاين اللي كيضرب مع واحد ديك بعد مريض حباس اش كيجي كاين خوش عاوتاني كيصوب زيزوار باش بونته ديال الكارو كيجي بونته ديال الكارو كيشعل فيها العافيه كيحرقها كيبقى يبرك عليها بحال هكا من الجنب وكيحرق كيبرك عليها كامل الجنب كتولي ماضيه كي كتكون دايز ما مشيتيش بدها له في وجهه كتلقى ما عندوش صدغه في وجهه على ياس على والو على خبزه ولا على شي حاجه اللي هي بسيطه فهمتي. لهذا تقدر تلقى راسك في الحبس تلقى راسك مخسر على والو شي حوايج اللي هما بساطين كيمشي بنادم شايل التليفون مسروق كيجي شي واحد كيجي باش يبيع لك شي حاجه مسروق كتسمى المساهمة في شراء كتسمى المساهمة في إخفاء المسروق ولا شراء المسروق كتلقى بها محكوم بست شهور ديال الحبس عام ديال الحبس علاش هي في شراء المسروق ولا إخفاء المسروق. يجي شي واحد كيبيع لك تليفون شتي عارف وأنت شفار ما تقولش راه أنا ما عارفش ما يمكنش أنت ما عارفش واحد جايب لك تليفون مسروق واحد التليفون كيدير ب 5000 درهم جاي يبيعو لك هو ب 2000 درهم وأنت عارفه ديجا شفار ودحومتك ما نشريش من عنده أخويا لا غير سمح لي يا اخوي مشيت زيد 2000 درهم وشريت تليفون من المحل وعارف ما عند من شاريه حتى الله يسر لك تبع لي الله شي حاجه خويا نشري من المحل لا ما عند من شاري كتجيبو للمحل ما تشريش ما عنده تليفون شري عنده تليفون تلقى راسك متورط في قضيه ديال شراء المسروق ولا اخفاء المسروق بزاف ديال الحوايج اخوتي كيوقعوا. واحد الدري عاوتاني محكوم بست شهور ديال الحبس علاش السيد هذا دايز بموتور واحد ودحومته شفار هو عارفه شفار سرق لواحد البنت التليفون يلا خطف التليفون خطف لاصاك خطف لاصاك والتليفون مشى كيجري ودحمته دايز بالموطور ويقول له وفلانه فلانه فلانه هو يقفله ويركب معاه الاخر ودحمته فهمتي قالوا دحمتي ما عرف مالو هربان هزو معاه بموطور كسيره شافوه الناس صافي الضحيه قالت لهم راه كان معاه واحد مول الموطور هو فاش قالوا شكون كان معاه قال لهم كان معايا فلان جابوه واش هذا هو اللي كان معاه هذا هو اللي كان معاه ضربوه بست شهور السيد غير دايز سيد رياضي ما كيسرق ما والو خوتي ما تبقاوش تطيحوا في الغلط بقى انا فاش كنحط رجلي بقى نعرف راسي فين كنحط رجلي نعرف راسي فين كنمشي نعرف راسي اش كندير واحد هو وحده صاحبته ناعسه معاه بخاطرها ماشي بزز منها بخاطرها فهمتي ضارب هو وياها شي عام وكينعس هو وياها بحال مرته واحد الساعه واحد النهار ما عرف شنو وقع لوالديها ما عرف واش ما باتش في دارهم قالت لهم بات مع صاحبتي بات معاه هما يعيقوا بها داوها للطبيب قلبوها وما يلقاوها ماشي بنت وهي السيده قاصره عندها 17 عام شكون ما شكون فلان كيديني بزز عليا ما تقدرش تقول الوالده راني كنعس معاها بخاطري قلت لهم راه كيديني بزز عليا وما يمشيو يديروا شكايه عند وكيل الملك جابوا السيد مالك اغتصبتي السيده قاصر مالك باق ضاربينه باربع سنين ديال الحبس اربع سنين ديال الحبس في السيناف عاد ولات تراجعات السيده وعاد قالت لهم لا راه حق انا نسمع بخاطري راه ماشي هو اغتصبني داكشي كان بخاطري عاد واش نقصوا له ولا تلقوا ولا ما عرفت المهم ضرب عام ديال الحبس عام طلعوا هبط عام طلعوا هبط علاش عليا انا هادشي كامل بقى نعرف راسي اش كندير بقى نعرف راسي فين كنحط رجلي راه شكون اللي كيبقى فهادشي كامل راه الحبس غير حيوط راه ماشي بوعو ولا شي حاجه اللي ما كايناش ولكن اللي كيتمحن فهادشي كامل هما الوالدين الله يسمح لنا من الوالدين راه والديك اللي كيتمحنوا فهادشي في الاخر راه ماشي انت ولا انا ولا الاخر والدين اللي كيبقاو مثل المحنين طالعين وادين وزيك دبيله ويجيبوا لكم صروف انا الحمد لله كنت كنفيق الصباح كنفيق الصباح كنوض
كناخذ ثلاثه التبرات، كنشرب حليب، كنشرب ملتي فيتامين. كانت مخرجه لي الطبيبه الحمد لله، الطبيبه رغبزه وكذا وهادي، كتبت لي واحد ملتي فيتامين كنت كنشربو. كنحزم التبرديه ديالي الشورت، كنهبط للكور، كنمشي كنبقى كنجري كنجري، كنجي مصاوبين. شنو مصاوب؟ مصاوب اخوتي واحد لي زالتير من اياش، من القراي، جمع قراي ديال سيدي علي، قراي سيدي علي ولا عين سايس اللي كتجمع قراي، جمع واحد 8 القرايات معمرهم بالماء، جايب صوفيط معقده من التحت، وكنحشي ديك القرايه فوسط منها، كنشدها بحال ديك الصوفيط ما كيبقاو فيها ديك اليدين، كنعقدها من لهنايا عاوتاني كتزير مزيان، كنولي نشد ديك الصوفيط من هنا وصوفيط من هنا، كنبقى نضرب بيسيبس، كنضرب بيسيبس، كنضرب بيها ترابيز، كنوقف مع الحيط على يدي، كنضرب كتاف، كنوقف عاوتاني هكا، كنعلي رجلي مع شي حيط، كنبقى نضرب تراكسيون. المهم فهمتي، دوزنا الحبس كامل، دوزت الحمد لله بالصلاة. وخوتي نوصيكم بواحد الحاجة وحق الله، الاستغفار، شي تقدر تستغفر الله، شي نقول لكم هذه بتجربة وديرها ورد عليا الخبر، شي ما عندكش فلوس، صلي تبقى تستغفر الله، استغفر الله 2000 مرة، 6000 مرة، 10000 مرة، مليون مرة، شنو خاسر؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، بقى تقولها 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 وحق الله، وتشوف واش ربي يجيب لك رزق ولا لا، ولا تيجيك فلوس من حيث لا تدري. والشي استغفار هو 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 سيد الفرج. وتقدر تستغفر كون فاش تكون فشي مصيبه، تبقى تستغفر الله، هاي استغفار 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 والصلاه، والله ربي تيخرجك من هذه المصيبه اللي انت فيها. لهذا المهم اخوتي، انا هاد الاكسبيرونس، هاد التجربه اللي هي دوزت، ما كاين اللي كيحسبوا انا منكور منها ولا، انا التجربه ما منكور منها ما والو، هذه تجربه دوزتها في حياتي، الحمد لله استفدت من الناس، سمعتنا شنو وقع لهم، سمعت هذا شنو وقع له، هذا شنو وقع له، هذا طاح في مونتيف، هذا علاش، هذه علاش، هذه كذا، عرفت شنو كيوقع داخل الحبس، عرفت شنو كذا، الحمد لله خديت البراءه ديالي، الحمد لله الامور راه غادا كتقاد مع الخدمه بخير دابا الحمد لله. الوغ اللي غادي نقول لكم النصيحه ديالي خوتي، راه الحبس ماشي شي حاجه اللي زوينه باش تبغي تجربها، ولا كاين اللي كيفتخر بالحبس كيحسب راه دار شي حاجه اللي ما كايناش، هذا ميساج، هذا كيتفتخر بالحبس، احنا عاور دوزنا حاجه عارفين شنو كيوقع فيها، صافي زعما راك مدوش حاجه ما كايناش، القهره كتدخل يشدوا عليك الباب ويحسبوك بحال نعيش، وجلس تما كلا ما تاكلوش في خاطرك، مضاربات روينه كذا، كتعيا اداره السجون تقاد في هذا الشيء، ولكن دير اللي عليها، اداره السجون اللي غارديان كيتعاملوا زوين، كاينين ولاد الناس، كاين شي وحدين ولاد الحرام فهمتي، وكاين شي شنقول لك، اداره السجون كدير اللي عليها، ولكن واخا كاينين كتعيش مع ولاد الحرام، ما كتعرفش معاه من عايش. هذا شفار، هذا كدا، هادي 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 هادي، المهم تقدر تلقى راسك فوسط الحبس، تلقى راسك مخسر ولا تلقى شي حاجه، لهذا خوتي بما يبقى يعرف واش كيدير، والتجربه اللي عشتها انا ما بغيتش شي واحد اخر يعيشها، ولهذا الشيء انا عاودت لكم هذا الشيء باش نتوما تستافدوا منه، هذا الشيء راه ماشي ديال الخير ولا شي حاجه، ولا شي حاجه كيتفائلوا بها الناس، بالعكس هذه شي حاجه كتقول يا ربي لا اللي كتب علينا مكاتب ديال الخير، ملي كيكريني يديها في صحته، بما يكريني يديها في صحته، شي الرياضه غتبعدك على بزاف ديال الحوايج، لا بعدتي على الادمان وبعدتي على حاجه، تبعد على الحبس، تبعد على بزاف ديال الحوايج، لاخاطش لا تلاحيتي الادمان، الادمان الى حكي الحبس تقرقب، خاصك ضارب شي واحد انت ما عارفش، غاتمشي تشرب، غاتلقى تشرب غاتلقى راسك سكران، ماشي بكامل قوك العقليه تلقى قاتل شي واحد لا قاتلك، اما يا اما ضحيه يا اما مضروب يا اما، لهذا بامي تعطى الرياضه، الرياضه بامي يعمر وقته بالرياضه، نتريني وفهمتيني، نتريني اخوتي ونعمر وقتي بالرياضه ونقرا ونبحث ونستافد ونسمع، شفتي الله يكتب علينا مكاتب ديال الخير، راه اي واحد يقدر يضرب الحبس، راه كما قلت لكم تقدر تكون سايقي طوموبيل تدخل في واحد تقتلو وتمشي للحبس، راه عادي اي واحد يقدر يضرب الحبس، خصوصا دابا القانون والامور واش يدير 6 صوار واش يدير كذا، ما كتعرفش شنو تقدر دير، تقدر انت دير شي حاجه انت ما قاصد فيها والو، تقدر تشدي واحد تصوره راه تمشي للحبس، راه شوف تيقول لك اي واحد راه كل من صور شخص بدون اذنه ولو في الخير، واخا تجي تصور واحد نتايا في الخير تبغي تصوره، تبغي تصوره راك تمشي تلقى راسك مابليكي في افار ديال التصوار وكذا تلقى راسك في الحبس، ولا تدخل في شي طوموبيل تصدق قاتلو تصدق غادي للحبس، ولا ما تصدق يدافع شي واحد يطيح يتهرس لك تمشي للحبس، المهم بزاف ديال الحوايج خوت بنادم يبقى يعرف راسو اش كيدير، هاد الاكسبيريونس انا بارطاجيتها معاكم، واحد اخر غيحشم يقول انا ضربت الحبس، ضربت الحبس، الحمد لله خديت البراءه ديالي، بانت البراءه ديالي، والحمد لله حسن السيره ديالي، بان الدوسي ديالي نقي، ما عندي حتى نهار ديال الحبس، وانا هاد الاكسبيريونس هادي ما بغيت حتى شي واحد يدوزها في حياته، الدراري اللي هذا ترينيو وان شاء الله في صحتكم، راه الصحه هي كنز، لا خطاتك صحتك مشى لك كلشي، لا خطاتك صحتك مشى لك كلشي، لهذا الخوت بلا ما يتريني ويحاول يتبعد من اي حاجه اللي هي شبهه ولا اي حاجه طيحوا في شي حاجه اللي اتابليكي في شي افير ولا شي حاجه، المهم خوت ما نطولش عليكم، تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد، ونتمنى تكونوا استفدتوا من الهضره اللي قلت لكم، وان شاء الله وليا في راسكم، السلام عليكم.